بسم الله. ولدي انا هذيك بنتي، بنتي الدرويشه، بنتي بعقلها، بنتي ما تدير كونترير مع حد، ما تتعارك مع حد. بنتي قدر علي الله القدر وقتلوها المجرمين. تنطلبوا الله تعالى وسيدنا يسمع من فهمنا اش تنقولوا، يحد هذا الشيء، ما يبقاش احنا ماتوا الله يرحمهم، يحد هذا الشيء من خرين مساكن، يحد هذا الشيء، يدير الدين الديمقراطي باش بنادم ما يبقى ولا كل شيء يولي خايف على راسه. هاد الشيء راه خلي صاحبك يضرب وقتليه، هاد الشيء ماشي من المحال. هو ما انت ما تبغيش وانا ما نبغيش والاخر ما يبغيش، وخا ما يكونش ولادي وحدين اخرى كل شيء بمهماتهم. راه جرح امي انت واحد الجرحه ما عندها حد، وبوها حنينه تا يهبل عليها، عنده بنياته ثلاثه دالي وحده وخلى ليه جوج. ما بغيناش اوليدي هاد الشيء يكون، وما علمناش عليه وما عرفناش شكون اللي قتل. ما تنأمنش بالكذوب، قولوا راه شدوا ربعه، راه مشدوا جوج، راه مشدوا هذاك، ما شلناش بعينينا. خصني نشوف المجرم راه مشدوا ديك بوالتي، باش الا قلتي شي حاجه الله تعالى سبحانه هو تيقيد شعلك، ولا جيت كذب الكذب راه حرام. كذب ما خصوش يكون الكذب، تجي بنادم انت تكذب وانا نكذب، جي واحد يكذب على الكذبات تمشي انت تكذب على الناس، راه حرام هذا الشيء يا وليدي. شي وليدي اللي كاين باش نزيدوا شي حاجه، راه حنايا قالينا غير ربي والموت. تنطلبوا الله تعالى يحصل الخايب، يحصل المجرم اللي داير هاد الفعله هذه، هي تنطلبوا الله تعالى يحصلو. وراه ما في روسنا حتى حاجه وما عارفين علاش، ما في روسنا، ما مجاورين مع دوك الناس، ما عارفين الخايب، ما عارفين الزين، ما عندناش كاع هاد الشيء. تنمشيو ضياف بحالنا بحال الضياف، تنجيو بحالنا نصيبو هي وراجلها ضاحكين لاعبين، يجي لهنا ضاحكين لاعبين. هاد الشيء اللي كاين هو هذا، راه تزيد شي حاجه راه كاينه الموت في الدنيا، ما نكذبش ما نزيدش. اللي حاضر عليا بو حنيني هو هذا. الحاج عافاك، كيفاش كانوا كيفاش كان بنتك كانت كتعامل مع الناس وكيفاش كيتعاملوا معاها؟ معاها في قبيلتها هنا، عامله زوينه، زوينه بزاف، زوينه في المعامله ديالها، زوينه في الجوره، زوينه مع كل واحد. انا قلت لك كيفاش هي تكون تتهضر، هي انت تتعايره وهي تضحك، ما عندهاش هي كاع داك الشيء العيب اللي شي غادي تقاصر انت ولادها. وبعد مشات وليدي لعندها الناس تيشكروها وتيقولوا راها مزيانه ودرويشه، راه الجيران كلشي تيبكي عليها، قالك نوال درويشه. ولانها هي نوال درناها تكون عفريته، وهذاك الصبي اللي باقي ما تيهضرش كاع، وهي تقتلت نفسها عاد عندها 40 يوم. علاش؟ شنو دارت؟ اشنو الذنب ديال الصبي الصغير؟ اش داير؟ خليه لوحيه في الزباله، لوحيه غا في الخلا وخليه يهديه، وغا الناس يربيوه، ما عارف والو، ما قادوا له. علاش؟ راه منكر هذا، راه المنكر وليدي هذا، راه المنكر، راه هذا الشيء ما يتحملوش الانسان في العقل. راه تنكون قاعده وترقد وتنتفكر هذه الحقره اللي تلاقاو بها البنت وخرقوها كامله بالجناوه، راه ماشي، راه ما تخليكش انت تعيش، راه تصدمك انت وتصدم الاخر، تصدم الاخر، العالم كله تصدم، حيت ماشي كسيده، ماشي شي حاجه. هذا راه ظلم، راه الظلم خايب، راه الظلم خايب، ما خصوش يكون، ما خصوش يكون في العالم هذا الظلم كاع في الدنيا. اخر مره هضرتي مع نوال؟ ما شتاش تكون 4 شهور ولا 5 شهور. انا كنت ناعسه في السبيطار في خميسات، وهي كانت بنيتي حامله، تتعيط عليا بغات تجي عندي، قلت لها ما تجيش عندي يا بنيتي، ما تجيش عندي، انت حامله ومنفوخه، ما تجيش عندي، ما يخليوكش تدخلي. كنت ناعسه بهذا الشيء ديال المرضى ده، ما تيخليو حد يدخل عندي. مني ولدت مشى عندها جدها، مشى عماتها، كلشي مشى عندها الاسبوع، انا ما مشيتش، ما شتهاش كاع. جات لهنا لعند امها ذاك السبت الفايت بلا هذا اللي غتموت فيه، دارت لي امها رفيسه، عيطت على العائله، حضروا معاك لا وشربوا معاها، سمعتها في تيفل، جيت لعندها لهنا تعاقبت معاها، ستافشات
ما شتاش وليدي الاخر دابا حتى شتا دخلت عدا في هذاك كلشي في الانعاش رانا دخلوني شتا والعشيه حد هنا وجهها شتا وشت راجلها ذوك الكنايز الاخرين انا زارتهم وخرجت بحال هادي مساكن مكفنين قال لي ذاك الضابط ادخلي ما تبكي ما تخلعي قلت له ما نبكي ما نتخلع انا تنغسل الميت وترقد معاه ما تنخافش منه دخلني زارتهم كاملين بنيتي شت وجهها راجلها شت وجهه وجههم ما فيه حتى حاجه اللحم على تعاودهم هما قالك راه كلهم خرقناها كامله جيت في حالتي لا الغدا هاد التاليه هي فين مشيت فين جدها وجيت وليدها راه مشدوه بغاتو عائلته ما بغيناش نخسروا ليهم بنيتي راه جنا ردفنا في روضتها هنا صرنا العالم كله حبابها كلشي شافها هنايا شاف غالقبر وما هي مشات لا اله الا الله محمد رسول الله راه اللي زاد على شي حاجه تيديها تقليد عليه عندنا ما يدي اخر اخر كلمه توجهها باش كطالب بهم بصح هما تنطلب يا ربي تحصل في الظالم يا ربي الا كان سيدنا الله ينصرو الا كان سيدنا يحس بالامه ديالو هي اللي حكم على المجرمين يدير لهم كما داروا لهاد الناس هادو هما اصلا بهم حنا مشاو ما غاداش تردهم ما بقاش عاد غادي تجيبهم ما بقاش عاد غادي تقعدوا لك واخا تبكي ما تنفع بكا واخا تغوت ما تنفع حتى حاجه الا الصبر اللي صبر الله تعالى سبحانه ويكافي ليه وحنا صابرين والله يرضي عليها والله يعاونها والله يسهل عليها هي غتموت غتموت غير العذاب علاش الله يعاونكم وليدي والله يرضي عليكم تنتوما راه نتوما تديروا مجهودكم الله يسهل عليكم ما عندنا ما نديروا والو الله يجعل البركه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.